هذا الشيء جا واحد التراكم ديال واحد عدد السنوات اللي ما كانش الوتيره ديال خلقه في المناصب الماليه كتجاوز واحد 4000 ولا 5000، وسنوات عده من 2013 ل 2016، وحنايا العدد اللي كيمشي للتقاعد اكبر من كثير من داك الشيء اللي كتعطينا الحكومه كمناصب ماليه. لهذا انا ذاك في 2016 الحكومه المنصرمه خمات في هذا تنويع النمط عبر هذه الطريقة، ومشات في هذه الوتيرة، وتم الاستجابة للسيد الوزير آنذاك ب 11000 منصب في 2016، 24000 في 2017، 20000 في 2018، و 15000 في 2019، هي 70000 في 3 سنوات. ما عمر ما كان يتصور باش الحكومة تعطينا واحد 70000 في 3 سنين. لهذا مشينا في هذا الجانب هذا. علاش واش كان واش كاين واش فتحنا نقاش مع هاد الناس؟ هادو اساتذه ديالنا، فوقاش ما كانت عندنا الفرصه باش نناقشوا مع الاساتذه كاساتذه على راسنا وعينينا، لان هادو اساتذه ديال المنظومه ولكن كتنسيقيه. حنا عندنا واحد الاطار ديال النقاش، اطار اجتماعي، هما النقابات اكثر تمثيليه، وهذا الملف فتحناه معاهم وناقشناه معاهم، والتسويه ديالو ان شاء الله غادي يتم عبر هذه النقابات. ما يمكنناش حنا نجلسوا مع التنسيقيات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.